الماتشات اللي زي دي، بصوا الاجواء كويسه قبل الماتش الحمد لله، ان شاء الله النادي الاهلي يعمل نتيجه جيده تسعد ان شاء الله جماهيرنا او جماهير نادي الاهلي في كل مكان. ماتش النهارده بعد الماتش الاولاني بثلاثيه، بصوا انا كلاعب ببقى حامل هم الماتش ده قوي، ان احنا كسبانين 3-0، واحيانا على فكره لما الامور بتبقى ماشيه معانا والماتش الاولاني متسهل احيانا بيتسرب للواحد كده وهو جوه الملعب ان الماتش سهل. وزي ما شفنا الماتش الاولاني، يمكن الشوط الاول زي ما قال مستر كولر الماتش اللي فات ما كناش في افضل حالاتنا والضغط ما كانش عالي، الشوط الثاني الامور اتحسنت، قدرنا نخلق فرص، قدرنا نصنع فرص كتير جدا، ضيعنا فرص كتير جدا، ولكن في النهايه كسبنا 3-0. مكسب جاي، مكسب كويس، بس بيبقى الواحد من جواه حاسس ان هو يعني الماتش في ايدينا شويه. الماتشات دي يعني ما بتجيش كده، يعني مثلا الناس تقول لي النهارده ان شاء الله هنكسب 5، هنكسب 6، لا مش شرط. ممكن ان شاء الله هنكسب ان شاء الله، بس ممكن تطلع كسبان 1، كسبان 2. بيبقى في حته اريحيه شويه. الماتش الاولاني 3، الفروقات اللي بين الفرقتين في الملعب الماتش الاولاني، ما احنا بنقيس على الماتش الاولاني. كله بيقيس على الماتش الاولاني. الماتش الاولاني لا، الاهلي كان متفوق في كل حاجه، الاهلي كان مسيطر في كل حاجه. الفريق الخصم سان جورج ظهر بمستوى متواضع، اللي خلاه يظهر بالمستوى المتواضع هو النادي الاهلي. هو النادي الاهلي وخصوصا في الشوط الثاني. فالفوارق الفنيه كلها لصالح النادي الاهلي. السيطره والاستحواذ الماتش الاولاني او الشوط الاول، الماتش اللي اتلعب كله كان لصالح النادي الاهلي. يعني فرقه سان جورج نادرا ما وصلت لمرمى محمد الشناوي، كلها كانت مرتين ثلاثه اخطاء مننا احنا. فالوضع الطبيعي ان النهارده ان شاء الله ان شاء الله مباراه تاكيد الحسم للنادي الاهلي ان يوصل لدور المجموعات باذن الله. انما النادي الاهلي بيحترم كل المنافسين. دايما احنا بنقول ايه عندنا في الكوره، بنقول ايه مهما كانت الفوارق الفنيه بين الفرقتين، الملعب هو الفيصل. الملعب هو الفيصل، لان مش معنى ان ماتش الذهاب انتهى 3-0 لينا ان الاهلي النهارده ممكن يكسب زي ما هو عاوز او يستهين بالمنافس او اللعيبه تبقى نازل. لا بصوا، هو من جوانا بيبقى فيه اريحيه شويه، بس الاريحيه ما توصلش لمرحله الدلع. خلينا نتكلم بلغه الكوره، ما توصلش لمرحله الدلع، ما توصلش لمرحله الاستهانه بالخصم. لا، ده مش اسلوب النادي الاهلي. ده مش حتى لو في واحد فينا كده او اتنين فينا كده، لا الباقي بيفوقوا بسرعه. لا كان اسلوبنا ولا عمره هيكون اسلوبنا، ولا عمره هيكون اسلوبنا، لان دايما النادي الاهلي بيلعب على بطوله. هو طبيعه النادي الاهلي كده. واي واحد جاي من بره على النادي الاهلي، اول ما بيحط رجله في النادي الاهلي خلاص الفكر بيتغير. انا مطالب في كل مباراه ان انا اكسب، مطالب في كل بطوله ان انا بلعب على البطوله. مش معنى كده ان انا لازم اكسب كل ماتش ولازم اكسب، لا الكره ما فيهاش كده. بس انا المفهوم والفكر بتاعنا في النادي الاهلي غير. احنا بنلعب شعارنا ان انا اكسب البطوله، اكسب البطوله، اكسب المباراه. من الناحيه الفنيه زي ما شفنا الماتش اللي فات، لا في فوارق فنيه وتكتيكيه كتير جدا 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 بين الفرقتين، لكن مين اللي يقول كده؟ الملعب. الملعب هو اللي يقول كده. هتقول لي طب ما هو الملعب من 3-4 ايام كان النادي الاهلي هو اللي مسيطر، هو اللي مستحوذ، هو اللي بيعمل كل حاجه في الملعب. في الـ3-4 ايام دول يعني هيحصل يعني طفره جامده جدا في هنشوفها النهارده من لعيبه سان جورج؟ ممكن لو في تكاسل، لو في تعالي، لو في دلع شويه، ممكن تدخلوا اجواء المباراه. اللي ما دخلش سان جورج الماتش اللي فات المباراه هو لعيبه النادي الاهلي. هي لعيبه النادي الاهلي هي اللي خلت لعيبه سان جورج تظهر بالمستوى ده. يعني انا لو من المدير الفني سان جورج، هو انا النهارده لا في ضغوط على الاهلي ولا من وجهه نظري، ولا في ضغوط على سان جورج. سان جورج شاف ان الفوارق كبيره بين النادي الاهلي وبينه، فهو مش باكي على حاجه، عايز انزل العب بقى خلاص. ما انا خسران 3-0 على ملعبي، الماتش اللي فات ده ملعبه 3-0 على ملعبي، فعايز النهارده ابين بقى، اظهر بصوره غير اللي انا ظهرت عليها الماتش اللي فات. هلعب، ممكن افلح، ممكن اهدد الاهلي، ممكن النتيجه تقل، كل اللي انا عايزه سان جورج. انا بتكلم على سان جورج، انا تقريبا فرصه الصعود بالنسبه لي شبه مستحيله. ف
اسيب ذكرى كويسه في الماتش الثاني تعوض المنظر اللي انا طلعت بيه الماتش الاولاني. ممكن النهارده نشوف لعيبه منهم عايزه تقدم نفسها، لعيب عايز يسوق نفسه، لعيب عايز يحترف، عايز يتنقل لنادي تاني، يقول لك لا الماتش الاولاني دوت اتسرقنا فيه، لا كان في فروقات كبيره بس لا احنا احسن من كده بكتير، هوريكم النهارده. ممكن هو اي لاعب فيهم عارف ان الماتش متشاف، عارف ان العين عليه. ليه؟ لان هو بيلاعب النادي الاهلي، النادي الاهلي بطل وزعيم افريقيا ونادي القرن، ففي اهتمام كبير بالماتش من مختلف المنافسين، لانك بتلاعب النادي الاكثر شعبيه في افريقيا والاكثر شعبيه في الشرق الاوسط والاكثر شعبيه في مصر ووصيف الاكثر تتويجا على مستوى العالم بعد ريال مدريد. تتكلم على نادي كبير، نادي عظيم، فالماتش اللي انت بتلعب ضده متشاف، الناس كلها بتشوفه. فكل لاعب النهارده ممكن من سان جورج يقول لك خلاص ما انا معيش ضغوط بقى، خلاص انا شبه استحاله ان انا اعدي الماتش دوت واكسب الاهلي 3 4، شبه استحاله، انا عشان بس الكوره ما فيهاش ايه مستحيل او الحياه عموما يعني. فكل لاعب النهارده هيخرج قد اللي عنده 100 مره، ما خلاص بقى انا ما عنديش حاجه تانية هقدمها غير الماتش ده، انا عايز اقدم نفسي بصوره كويسه، عايز اغير الصوره اللي انا كنت عليها الماتش اللي فات، ممكن وكيل يشوفني، سمسار يشوفني، نادي يشوفني. فده بالنسبه لسان جورج. طب بالنسبه للنادي الاهلي، اكيد الجهاز الفني بقياده مستر مارسيل كولر، اولا مستر مارسيل كولر واقعي جدا جدا جدا، عارف قدراته وامكانيات لعيبه النادي الاهلي لما بيلعبوا اي منافس، وهو كمان عنده الحته النفسيه بيلعب عليها قوي، فعارف ان لعيبه النادي الاهلي تحترم كل المنافسين. الماتش ده حد هيقول لي هو الماتش ده مستر كولر كان في تجهيزات نفسيه قبل الماتش وتحضيراته؟ فيه علشان ما يتطرقش للبعض جوه الملعب ان الخصم في المتناول وان خلاص الاستهانه بالخصم واحنا كسبانين ثلاثه، لا الكوره بتقلب في ثانيه، الكوره بتقلب في ثانيه. فالنهارده ضروره عدم الاستهانه بالمنافس نمره واحد، نضغط من بدايه المباراه واحرز هدف مبكر نمره اثنين، خلاص بقى عشان تقضي على اي حاجه بالنسبه لهم. خلاص هم بالنسبه لهم، انا بقول لحضراتكم النهارده هم شايلين الضغوط خالص، فريق سان جورج هم بيلعبوا علشان تحسين الصوره بس. طيب مستر كولر قلنا يمكن مع نجومنا في الاستوديو اللي فات قلنا هل هنشوف بعض التغييرات النهارده في تشكيله النادي الاهلي؟ فسبحان الله، عشان بس الناس اللي معلش عايزين نتكلم في النقطه دي شويه، عشان الناس اللي كانت بتتكلم وتقول حته السحر والنادي ده، احنا لو اتكلمنا عن الموضوع ده هناخد حلقات وهتشوفوا ايه اللي بيحصل في لعيبه النادي الاهلي، ولا عمرنا قلنا سحر، ولا عمرنا قلنا عكوسات، ولا عمرنا قلنا حاجه خالص. لعيبه نزلت لعبه الماتش اللي فات دقايق، وفي ناس ما لعبتش، سبحان الله النهارده خارج التشكيل، اصابات، ويقول لك الاهلي بيعمل سحر، اصابات. واحد زي رضا سليم كان من المقرر ان هو يتم الدفع بيه النهارده، الراجل اصيب فجاه مره واحده كده اصيب. صلاح محسن نزل الماتش اللي فات يعني وقت بسيط جدا اصيب. لا قلنا سحر ولا قلنا عكوسات ولا قلنا اعمال ولا قلنا مش عارف ايه زي ما ناس تانيه بتقول الكلام دوت.